بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. طبعا اليوم إن شاء الله راح نكمل المحاضرة الثالثة للدكتور سنان، تمام. وهذه المحاضرة راح تحكي لنا عن الشغلة السهلة اللي هي عبارة عن البرين ستيم، تمام. إذا البرين ستيم هذا بقسموه إلى 3 أقسام. البرين ستيم اللي هي عبارة من تحت لفوق المظلة أبلونجاتا، الثاني البونز، وآخر إشي اللي هو ميد برين، تمام. هذا راح يسوي كونكشن بين اللي فوق اللي هي فور برين واللي تحت اللي هو سباينال كورد. فهذا هو إيش البرين ستيم، بيشبهوه زي كأنه ستالك لايك شيب، زي جذع او شغل زي هيك غصن، تمام، اللي هو جذع الدماغ. طبعا وين موجود هذا؟ موجود كليته في البوستيريور كرينيال فوس اوف سكال، تمام. اذا وين موجود؟ في البوستيريور كرينيال فوس اكيد. وبيسوي كونكتد ذي نارو سبينال كورد اللي هو من تحت نارو سبينال كورد اند اكسباند فور برين اللي فوق الفور برين اللي هي الثلمس والثلمس والشغلات هذه، تمام. بتسوي كونكشن بين الفور برين اللي هي داينسفلن اللي هي داينسفلن تبعتنا وايش السباينال كورد اللي هو تحت هون، تمام، اتفقنا. طيب طب ايش وظيفته؟ بقول لك البرين ستيم اول وحده كونكشن كونكشن، يعني ايش كونكشن؟ بيحتوي على اسندنج وديسندنج تراك، تمام، اسندنج وديسندنج تراك. وهذا بسوي كونكتد بين سباينال كورد اند ديفرنت بارت اوف ذا هاير سنتر اوف ذا ان ذا برين. طيب الشغله الثانيه انه في امبورتنت ريفلكس، تمام. اذا في سنترات مهمه جدا، هذه السنترات السنترال هاي اذا في ايش ريفلكس مهمه جدا، منهم ريسبيراتوري سنتر مثلا موجود فيها الكاردوفاسكولار سيستم سنتر مثلا، والكنترول اوف ذا كونشسنس اللي تتمثل في الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، تمام. اذا اول وحده بتسوي كونكشن، ثاني وحده بتسوي لي موجود فيها الريفلكسس امبورتنت ريفلكسس سنتر، ومنهم مثلا ريسبيراتوري سنتر كاردوفاسكولار سنتر كنترول اوف ذا كونشسنس، واخر وحده اللي هي كونتين فيري امبورتنت نيوكليس، يعني الاوريجن تبعت الكرينيال نيرف من 3 لحد ايش لحد 12. منين بيطلع كلياتهم؟ من البرين ستيم، تمام. فيهم امبورتنت نيوكليس اوف كرينيال نيرف، اتفقنا على هذه. اذا بضل عندنا ركز هنا انه في عندي كرينيال نيرف من 3 ل 12. طيب الاول والثاني بيطلعوا من البرين ستيم، الاول من الريتينا بيطلع وبيجي يسوي سينابس في الميد برين، الثاني اللي هو الاول بيجي الانجيشن الفاكتوري الانجيشن من البرين وبضلوا ناس ماشي بالجروف نفسه، اتفقنا. اللي هو اذا اوريجن من 3 ل ايش من 3 كان ل 12. طيب هاي لاحظ هون عندي طلع هنا هاي هيك اوبتيك كيازما، هذول كلياتهم هذه الالفاكتوري نيرف، تمام. هذا الثاني كل الباقي بيطلع منه من البرين ستيم، هي هيك البرين ستيم، انا هون قاعد البرين ستيم، هاي البوستيريو فسه، هاي التنتوريوم تبعتي، تمام، اللي بيغطي لي البوستيريو فسه، تمام. وهذه ايش؟ هذه ايش؟ الفورامين ماجنم اللي بينزل منها البرين ستيم. طيب نيجي لكل تفصيل لكل وحده، اول وحده فيها ايش؟ المظله ابلونجاتا. طيب هذا المظله ابلونجاتا راح تسوي كونكتد اكيد بين اللي فوقيه البونز واللي تحتي سباينال كورد انفيريلي بوستيريلي بونز انفيريلي سباينال كورد. طيب هسا هذا الجنكشنز في البدل اوف ذا مدلة اند سباينال كورد از ات ذا اوريجين اوف انتيريور اند بوستيريور روت اوف ذا فيرست سيرفايكال سباين. يعني وين بالضبط حد الكونكشن او كيف نسوي اللاند مارك الكونكشن بين المظله البلونجاتا سباينال كورد اللي هو عباره عن الفيرست او انتيريور الاوريجن اوف انتيريور اند بوستيريور روت اوف ذا فيرست سيرفايكال سباينال نيرف، اتفقنا. يعني اول ما يطلع البوستيريور وانتيريور روت اوف ذا فيرست سيرفايكال سباين هذا هو الكونكشن بين سباينال كورد اند المظله البلونجاتا، نهايه المظله البلونجاتا وبدايه ايش السباينال كورد which correspond approximately to the level of the
فورمن ماجنوم. تقريبا اي ليفل هاي بكون على الليفل اوف دي فورمن ماجنوم. يعني لو رجعنا بهذه الصوره على الفورمن وماجنوم على الليفل بالضبط تبعها، راح يكون الكونكشن بتوين سباينال كورد اند مدلا بلونجاتا، اللي هو بدايه انه يطلع الانتيريور والبوستيريور روت اوف دي سيرفايكل فيرست سيرفايكل سباين. طيب المدلا بلونجاتا از كونيكال ان شيب، تمام، زي كونيكال ان شيب تقريبا زي المخروط، والمخروط له تقريبا لو افترض من هون ايبكس وهون ايش البيز تبعه، تمام، فهو زي ايش؟ زي المخروط تقريبا، وبسوي برود اكستريميتي دايركتلي سوبر، يعني بضله زي تقريبا المخروط البيز هون وهون ايش؟ الايبكس. طيب السنترال كانال تبعته ايش بكون فيها؟ بكون السنترال كانال بتكون في المظله بلونجاتا اوف ذا سبينال كورد، بكون بالمظله بلونجاتا continuous upward into the lower half of the medulla، تمام، lower half of the medulla. طب الابر هاف وين بكون فيها؟ مش اتفقنا بالمحاضره الماضيه انه السباينال السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد بتسوي continuous باللور هاف اوف ذا مدلة بلونجاتا، سنترال كانال اوف ذا لور هاف اوف ذا مدلة بلونجاتا، لكن الابر هاف شو بكون موجود فيها؟ الابر هاف مدلة بلونجاتا بكون في اكسباند بالسنترال كانال، وهذا الاكسباند بيعطيني كافيتي اللي هو عباره عن فورث فينتريكل. ايش بيعطيني؟ بيعطيني كافيتي اوف ذا فورث فينتريكل. اتفقنا؟ اتوقع انها سهله، المحاضره كثير سهله، يعني ان شاء الله انها ما تاخذ منكم وقت ان شاء الله. طيب هسه ناخذ ايش؟ نظره هيك اماميه لمظله بلونجاتا اللي هي انتيريو سيرفيس اوف مظله بلونجاتا. هذا الانتيريو سيرفيس زي ما هو كونتينيوس عندي ميديان فيشر ميديان فيشرز في السبانال كورد، برضه المظله بلونجاتا لها ميديان فيشرز في النص، تمام. اذا اول ما يشوف تخبط عين الكورد راح تخبط عينك على الانتيريو ميديان فيشرز، انتيريو ميديان فيشرز اوف المظله بلونجاتا. طيب على الايتش سايد تبعتها، على الايتش سايد، على الايتش سايد تبعتنا شو راح يكون عندي؟ هذا ايش؟ زي سكولينج. هذا السكولينج ايش هو؟ بسموه البايراميد. طيب شو البايراميد؟ البايراميد اللي هو اسندنج تراك، عفوا الديسندنج تراك، وهذا الديسندنج تراك اللي هو كورتيكو سباينال، كورتيكو من فوق للسباينال اللي هو موتر، اللي هو موتر باثوي، تمام. اذا بايراميد ار كومبوزد اوف ذا باندل اوف ذا نيرف فايبرز من كورتيكو سباينال فايبرز ويتش اورجينيت ا لارج نيرف سيلز، اللي هي منين موجوده؟ منين راح تجيب المعلومات هذه او الانبوت تبعتها؟ منين؟ من البري سنترال جايروس اللي هي الجايروس تبعت مين؟ السيربرال تبعت الموتر جايروس. اتفقنا؟ اذا عندي ميديان سلكس، احفظهم سريع، انتيريو ميديان سلكس اول ما تشوفها اللي جنبها ايش بكون؟ بايراميد. البايراميد البايراميد هذا اللي هو عباره عن فايبرز، والفايبرز اللي هي كورتيكو سباينال فايبرز. طيب هذا البايراميد لما ننزل تحت بايراميد في سفلي راح يسوي ديك السيت، وين ديك السيت تبعته؟ هذه هي باراسايت اوف ديك السيت، زي ايش؟ طلع فيه زي خطوط ومعديه من one side to other side. طيب over the opposite side form the decussations of the pyramids. Decussation of the pyramids. طيب نيجي ناخذ، طب تخيل في طبقه هنا وهون طبقه، لو رحنا posterior laterally راح نلاقي زي swelling كمان، تمام. احفظ الدايركشن، الدايركشن تبع رحنا ايش؟ posterior lateral of the pyramid. هذا بيعطيني structure، ايش اسمه structure؟ ايش اسمه؟ الاوليفس. الاوليفس شو فيها؟ اللي فيها اللي طبعا زي حبه زيتون يعني نقولها، وفيها اوفل اليفيشنز، وهذا الاوفل اليفيشنز اللي هو موجود فيها الانفيريور اولوفري نيوكليس. اذا شو موجود فيها؟ موجود فيها الانفيريور اولوفري نيوكليس، تمام. اذا بعيدهم على السريع، اذا فينا ميديان سال انتيريور ميديان سالكاس بايراميد بعدين بيجي اوليفس. طيب هسه الجروف اللي بين ايش؟ الاوليفس والبيراميد ايش راح يطلع؟ راح يطلع اللي هو هايبوغلوسال نيرف، تمام. ايش راح يطلع؟ اللي هو الهايبوغلوسال نيرف اللي هو تبعت ايش؟ الجذيرات تبعهم هي روتلتس اوف ذا هايبوغلوسال نيرف. طلع كما انت زي ما انت شايفون، طلع كيف هي طلع من الهايبوغلوسال نيرف بين جروب اوف ذا اوليفس اند ذا بيراميدز. طيب posterior to the olives ورا الاوليفز في ايش؟ inferior cerebellar peduncles. طلع تقريبا يعني هو مشيو اللي هي تقريبا بتيجي زي هيك بهالطريقه هذه وبتيجي بتلف هون هيك،
يعني لو هاي ممكن اوضح بس هون فيها كت. لو اجيب لك انفيريور سيرفس طلع كيف، لاحظ هون طلع كيف، هذا هو الانفيريور سيربيلر بودنكل، هذا الانفيريور سيربيلر بودنكل. هسه هيك بده يدخل على وين؟ على السيربيلر، يعني هيك بيسوي زي كير ويدخل زي كير هيك ويدخل على وين؟ على السيربيلر. اتفقنا؟ اذا راح يكون بوستيريور تو ذا نولز في عند الانفيريور سيربيلر بودنكل. طيب الانفيريور سيربيلر ايش راح يكون؟ واتش كونكت ذي مدلة تو ذا سيربيلر، احفظها انفيريور سيربيلر بودنكل، بيسوي كونكشن بتوين السيربيلر ويش والمدلة ابلونجيتا. طيب هسه ان ذا جروف بتوين ذا اوليفز اند ذا انفيريور، طيب اذا عرفنا كيف، اذا بوستيريور تو ذا اوليفز فراح يكون عندي انفيريور سيربيلر بودنكلز، وهذا بيسوي كونكشن بتوين المدلة اند ذا سيربيلر. طيب هسه الجروف بتوين ذا اوليفز، تمام، بتوين ذا اوليفز الجروب بين الاوليف وبين الانفيريور سيربيلر بودنكل ايش راح يطلع مني؟ كرينيال نيرف. طبعا هذول اهم شيء في المحاضنه انك تعرف وين الاوريجن لكل كرينيال نيرف، تمام، جلوس فرنجيال نيرف راح يطلع منهم، وراح يطلع منهم الفيجاس نيرف. اذا بتوين على الترتيب جلوس فرنجيال فيجاس، واللي تحتيه اللي هو الكرينيال روت، كرينيال روت اوف ذا اكسسوري نيرف. اذا طلع كرينيال روت اوف ذا اكسسوري، اذا راح يكون الفيكس واللي فوقيه الجلوس فرنجيال نيرف. طيب بستيريو سيرفيس اوف ذا سوبيريو هاف اوف ذا ميدل لابلونجاتا فروم ذا لور بارت اوف ذا فلور اوف ذا فور فنتيكلز. اذا لو قلنا هسه البستيريو سيرفيس، فتحنا البستيريو سيرفيس، فتحنا ايش يعني هي هنا، هسه هذه اكيد راح يكون هاي المنطقه هي اللور بارت اوف ذا ميدل لابلونجاتا. طيب هذا اللور بارت ايش راح يشكل لي؟ شكل لي الفلور تبعت الفورث فينتيكل، لانه احنا هسه هون يعني لو نحن النقطه هذه وين احنا هون؟ احنا هون في الفورث فينتيكل، فهذا هو الفلور اوف ذا فورث فينتيكل زي ما هو موجود هون. يعني نقدر نقول في المنطقه هذه تقريبا هاي الفورث فينتيكل، يعني نقدر نقول هذا الفورث فينتيكل تقريبا في هالمنطقه هذه هيك في اللور هاف اللي هي عباره عن المدلة ابلونجيت، تمام؟ البوستيريور سيرفيس اوف ذا سوبيريور هاف المدلة ابلونجيت فروم ذا لور بارت اوف ذا فلور اوف ذا فورث فينتيكل. طيب هسه نيجي على البوستيريور سيرفيس، اذا خلصنا من الانتيريور سيرفيس، عرفنا كيف الانتيريور سيرفيس، اهم شيء انك تعرف في بايراميد، في بايراميد والبايراميد في جنبه الاوليفز، والاوليفز في جنبه الانفيريور سيربيلر بودنكلز، وكل بين التو جروب، في اول جروب بين البايراميدز وبين الاوليفز بيطلع فيه الهايبوكلس نيرف، وبين الاوليفز والانفيريوس بلينجر بيطلع الجلوس برانشيال والفيجاس التاسع والعاشر والاكسسوري كرينيال نيرف، اكسسوري كرينيال نيرف. طيب بعديها في البوستيريو سيرفس تبعتنا، في البوستيريو سيرفس اول ستراكشر زي ما احنا في الانتيريو سيرفس طلعنا على الميديال الميديال فيشرز، هون في شيء اسمه ايش؟ البوستيريو ميديال سلكس، تمام؟ ايش راح يكون عندي قدامي؟ البوستيريو ميديال سلكس. طيب راح نيجي نطلع هيك يعني على الاستراكشر، هنا في شيء استراكشر اسمه الاستريا ميديالس مدلارس، تمام؟ ايش اسمه؟ استريا مدلارس. هذه الاستريا مدلارس زي انه زي شعر هيك موجوده وين؟ في البوستيريو سيرفيس اوف ذا مدلا بلونجاتا، يعني تقريبا في الفلور اوف ذا فورث فينتيكل زي ما هو موجود هنا. طيب في الفلور طلع هيك، في الفلور اوف ذا في الفلور اوف ذا فينتيكلز، تمام؟ فورث فينتيكلز. طيب لاحظ معي هسه تحت هذه الاستريا مدلارس راح نحكي شويه ستراكشر، اول ستراكشر اللي هي عباره عن ايش؟ هاي المنطقه، هذه المنطقه زي بسوي زي بلج، هذه البلج ايش بسموها؟ بسموها هايبوكلوسس تراينجل، تمام؟ هايبوكلوسس تراينجل، وهذه هي عباره عن انديكيشن انه موجود فيها الهايبوكلوسس. اذا هذه ليش البلج هذه؟ انه في عندي نيوكليس، وهذه النيوكليس بسموها هايبوكلوسس نيوكليس. هسه بيلو تو ذس هذه الهايبوكلوس تراينجلز البيلويت اللي هو عباره عن فيكل تراينجلز اللي بسموها ايش؟ فيكل تراينجلز اللي بيطلع منها الدورزال موتر نيوكليوس اوف ذا فيكس، اتفضل دورزال موتر نيوكليوس اوف ذا فيكس. طيب اون ايتش سايد اوف ذا ميديان سيركس، على ايتش سايد بس نزلنا من الفورث فينتريكل قاعدين هون، هذا السيركس نفسه بس ما خلصنا السيركس. اذا هذا كليات انا بحكي عن ايش؟ عن مظله بلونجات، تمام؟ كلهم بحكي عن مظله بلونجات. طيب هذا ايش؟ اللي هو البوستيريور ميديان سلكس، على جهتينه في زي
tubercles أو elongated swelling. ولو تتذكر شوي المحاضرة الماضية إنه البستريكولوم وين موجودة؟ يعني تقريبا هذا البستريكولوم اللي هو نهاية البستريكولوم اللي هو عبارة second order neurons اللي هو عبارة كيونيت تيوبركلز والجراسيلس. أول واحدة الجراسيلس تمام، والثاني واحدة هذه اللي هي عبارة تيوبركلز اللي هي الكيونيتس كيونيتس تيوبركلز اند كيونيتس تيوبركل اند جراسيلس. جراسيلس اللي فيها جراسيلس نيوكليس تمام، جراسيلس تيوبركل فيها جراسيلس نيوكليس، والكيونيتس تيوبركل فيها كيونيتس نيوكليس فيها كيونيتس ايش نيوكليس. اتفقنا على السريع هيك بسرعة على السريع؟ إذا في الأبوستيجي ميديا في السيركس، في الفورث فينتريكل في زي شعر هيك موجود اسمه ستريا مدلارس، هذا الستريا مدلارس تحتيها في زي ترينجلز اسمه هايبوغلوس ترينجلز، تحتيها بالضبط في عندي ايش اسمه فيكل ترينجلز. الهايبوغلوس ترينجل لمين؟ للهايبوغلوس نيوكليس، والفيكل ترينجل لمين؟ للفيكل دورزال موتر نيوكليس اوف ذا فيجاس. وبعديها في عندي على الايتش سايد اوف ذا ميديان بستري ميديان سلكس في عندي لونجيتد سويلينج، وهذا السويلينج بسموه جراسيلس تيوبركل وجراسيلس كريتس تيوبركل. طيب نيجي على ايش؟ على البولز. طيب هسه نيجي على البولز. البولز هذا اللي هو نيجي للانتيريو بارت اوف البولز. البونز is anterior to the cerebellum تمام، البونز is anterior to the cerebellum اكيد البونز جوات قدام السيربيلم، and وظيفته يسوي كونكشن بين الاوزال الابلونجات and ميد برينز. تقريبا طوله 2.5 سنتيمتر او 1 انش. طبعا هذا بيسوي زي بريدج او زي جسر، وهذا الجسر هذا الجسر بسوي كونكشن بين البونز اند سيريبيلر. السيريبيلر صار وراه بين البونز والسيريبيلر عن طريق زي استراكشر هذا اللي هو بسموه ايش؟ بسموه الميديال سيريبيلر بودنكلز تمام؟ ميديال سيريبيلر بودنكلز هاي بريس كونكتنج ذا رايت اند ليفت سيريبيلر هيمسفير. طيب ذا انتيريور سيرفيس از، طبعا هذه الفايبرز طلع كيف؟ الانتيريور سيرفيس زي كانه كونفكس كونفكس، هاي طلع كيف؟ كونفكس كونفكس كلهم ايش؟ الفايبر كونفكس from side to side and show many transverse fibers. It will be show many transverse fibers that converge on each side to form the medial cerebellar peduncles. ايش راح تسبب لي او تشكل لي الميديال cerebellar peduncles زي ما قلنا. طب كيف راحت الفايبر رايحه؟ هسه هون ايش هي الانتيريور جاها بوستو لاترال، بوستر فايبر رايح بوستر لاترال. طيب هذا في البوست في الانتيريور سيرفيس في عندي زي جروف، وهذا الجروف ايش اسمه؟ هذا الجروف اسمه بازلر جروف، بازلر جروف هذا البازل جروف في البازلر ار تمام؟ بازلر جروف. اذا اول ما تطلع عينك تطلع عينك على ايش؟ على الكونفكسيتي اوف بونز، تطلع عينك على البازلر جروف اللي فيها بازلر ارتري، بعدها عندي الميديال الميديال سيريبيلر بودنكلز اللي هو الميديال سيريبيلر بودنكلز. طيب on the anterolateral surface of the bones، طلع كيف ركز معي في الانترولاترال، هاي الانتيريور سيرفيس، الانترولاترال سيرفيس بيطلع لمين؟ للتراينجل. اذا تراينجل نيرف شو بيطلع؟ بيطلع تراينجل نيرف. طيب هذا التراينجل نيرف بيغذي لمين؟ الفيس. mostly بكون سنسوري. it will be consist of the smaller and medial parts. طلع كيف؟ smaller، وهذا السمولر في ايش؟ على الميديال بارت، على الميديال بارت طلع سمولر ميديال بارت سمولر ميديال بارت، وفي عندي هذا اللارج اللي هو عباره من اللي بكون سنسري لانه اصلا تريجمنت سنسري، وبيغذي لي ماستيكيشن ماسلز اللي هو عباره عن الموترز تمام. واللاترال بارت اللي هو اللارج، اللارج اذا اللاترال بارت اللي بسموه سنسري اذا روت تمام. في التريجمنت وين موجود؟ في الانترو لاترال اسبيكت اوف ذا بونز، بيطلع بلارج فايبر وسمول فايبر. السمول هذه هي عباره عن سمول تيجي ميديالي اللي هي عباره عن موترز، وهذه عباره عن سنسوري اللي هي عباره عن لارج. طيب ان ذا جروب بتوين ذا بونز اند ذا لابلونجاتا، في الجروب
بتوين البونز ومدلة بلونجيتا بيطلع لي كم من نيرف، بيطلع لي الابدوسنس تمام، طلع من ميديالي، من التحرك ميديالي هيك للاتيرال. اول واحد تلاقينا ايش الابدوسنس، الثاني مين اللي هو فيشل تمام، ابدوسنس فيشل، بعدين مين الفيستيبلو كوكلر. لاحظ هي هون اول شيء الابدوسنس، بعدها بيجي عندي الفيشل، بعدها ايش الفيستيبلو كوكلر، ترتيبهم احفظهم، كل واحدة الاورجن وينها مهمه جدا. طيب البستيريو سيرفيس اوف ذا بونز از هيدن، اكيد البستيريو سيرفيس احنا ما نشوفه بالبونز، ليش؟ لانه مغطى بالسريبلم، وراه بالضبط السريبلم ما راح نشوفه، بس راح يشكل لي اللور هاف او الابر هاف، اتس فروم ذا ابر هاف اوف ذا فلور في الفورث فينتريكل. ركزت معانا؟ اللور هاف مين راح يكونه؟ اكيد راح يكون مظله بلونجاتا، واللور هاف اللور هاف مين؟ مظله بلونجاتا، والابر هاف مين؟ الفلور اوف ذا فورث فينتريكل مين؟ اللي هو السريبلم، اللي هو البستيريو سيرفيس اوف ذا بونز. ركز معي شوي، لو رسمنا معين زي هيك اللي هو الفلور اوف ذا فورث فينتريكل تمام، راح نقسم هذا المعين لقسمين، الابر هاف اللي هو التابع للبونز البستيريو سيرفيس اوف ذا بونز، والبستيريو اللور هاف البستيريو سيرفيس اوف ذا مدلة ابلونجات تمام. طبعا هذا المعين الترينجل هذا اللي فوق التابع للبونز راح يحده من اللاترالي ليميت اللاترالي باي دي ايش سبيريور سيربيلا بودنجل، زي ما انت شايفه هذا ايش سبيريور سيربيلا بودنجل، هاي الصوره اوضح، طلع سبيريور سيربيلا بودنجل سبيريور سيربيلا بودنجل، هذا ايش لاترالي، هذا ايش انا هيك فتحت السيربيلا، انا بتطلع يعني تقريبا هذه النقطه ايش هذه النقطة اللي موجودة وين؟ في الفورث فينتريكل. طيب سبيريور سيربيلر بودنجلز ذا لاترالي، هذا راح يسوي ديفايدد انتو ذا سيمتريكال هالب باي ذا ميديان سلكس، اذا في البونز شو في عندي؟ ميديان سلكس، اذا بالبونز شو في عندي؟ ميديان سلكس، على جهتين الميديان سلكس شو في عندي؟ الونجيتد اليفيشنز، وهذا الونجيتد اليفيشن بسموه ميديان ايمينسز، طلع ركز معي ميديان ايمينسز، ركز معي هنا ميديان ايمينسز، ميديان ايمينسز، هاي الميديان سلكس الميديان ايمينس جنبه. Which is bounded laterally by the sulcus. Laterally by ايش؟ بعديها بعد الميديان ايمينسز في زي سمول سلكس هذا اللي هو بسموه سلكس ليمتنس تمام؟ بسموه سلكس ليمتنس. ركز معي هنا ميديان سلكس بيجي عندي اللاترال او سلكس ليمتنس، سلكس ليمتنس، وهذه في النص اللي هو ميديان ايمينسز، ميديان ايش؟ ايمينسز. طيب the inferior end of the median ايمينسز، ركز معي inferior end of the median ايمينسز، هاي المنطقة تسوي زي ايش؟ بانج، وهذه البانج شو بسموها؟ بسموها facial calculus، ايش بسموها؟ بسموها facial calculus which is produced by root of the facial nerve. طيب شو كيف سوت هذه البلج هذه؟ كيف صارت هاي؟ ركز معي هنا، هنا في عندي ايش؟ نيوكليوس اللي هي فيشل قاعدة هنا، والتروكيلر نيرف او نيوكليوس قاعدة وراها، فالفيشل بدل ما هو مفلسف، الفيشل هذا النيرف مفلسف، فبدل ما يجي دايركتلي يطلع هيك، لا هو بقول لك انا بدي اخذ لفة دوار ورد يطلع برا هيك. فهذا الروت هذه الروت اوف فيشل نيرف هذه بتسوي لي زي بلج، هذه البلج بسموها فيشل كالكولس. اذا ايش؟ ويندنج اراوند ذا نيوكليوس اوف ذا ابدوسنس نيرف، مهم جدا اراوند ايش؟ ابدوسنس نيرف. هسه الفلور اوف ذا سوبيريور بارت اوف ذا سلكس تمام؟ هسه الفلور اوف ذا سوبيريور بارت اوف ذا سلكس ليمتنس is the bluish gray، يعني هسه نطلع ايش على superior part هون تمام، superior part of the sulcus terminal sulcus limitans، يعني هي sulcus limitans تقريبا هون، في هون زي منطقة بيكون bluish gray to color. ليش bluish gray in color؟ لأنها فيها deeply pigmented nerve cells، يعني فيها زي ايش؟ nerve cells ملونة، pigmented nerve cells. طيب إذا موقعها وين؟ في superior part of the sulcus limitans. شو بتحتوي؟ بتحتوي على deep pigmented nerve cells. طيب هاي ايش اسمها؟ اسمها substantia، substantia لأنها ملونة، substantia ايش؟ فروجاندا أو فروجانيا، فروجانيا تمام؟ substantia
فروقانية، تمام؟ إذا شو هذه اسمها سبستنشيا فروقانية. طيب هسه lateral to the sulcus limitans is the area of the, يعني هاي طلع كيف lateral عرفنا في medial sulcus، في عندي بعديها في medial eminences، هذه الميديال انيس في الانفيريو بارت، في عندي فيشل كاليكولاس، بعد الميديال انيس في عندي سلكس بسموه سلكس ليميتنس، وبعد السلكس ليميتنس ايش بسموه ايش بسموه ايش بسموه فيستيبيولاي، فيستيبيولاي اريا، وهذه الاريا اوف ذا فيستيبيولاي اللي هي بيطلع منها الفيستيبيولار انيوكليس، اللي هذه موجوده هاي المنطقه ايش فيستيبيولار، هاي اوضح، هذه هي الفيستيبيولار انيوكليس. اذا هتوقع واضح هنا قسم لي الابر لم، الابر هاف، الابر هاف دي بونز الفور فينتريكل بونز، وهي المدلة بنقاف اللور هاف ودي فور فينتريكلز دي فلور اوف دي فور فينتريكلز. هذه الميديان سلكس قسم لي اياها لي الجزء الاول اللي هو ميديال امينيسيس، الانفيريو بارت بسموها الفيشل كاليكولوس، وهذه اللي هو عباره عن السلكس ليميتنس، وبعديها هذه الفيستيبولار اريا اللي بتطلع من الفيستيبولار نيوكليس. اتفقنا؟ طيب هسه اخر واحد، اخر جزء اللي هو ميد برين. الميد برين قديش طوله؟ اللي هو تقريبا 8 انش، تمام؟ بسوي كونكتد بتوين بونز اند سيريبيلم، بسوي بونز وسيريبيلم، سيريبيلم وذ ذا فوربرين اللي هو الثلمس والهايبوثلمس، هاي الشغله، تمام؟ اذا بسوي كونكتد بونز وسيريبيلم والفوربرين، اكيد هاي التلمس والهايبوثلمس، وهذه عباره عن البونز والسيريبيلر، بسوي كونكشن بينها وبينها. طيب الميد برين از ترانسبيرنس باي ذا نارو شانلز، طلع لاحظ معي يعني لو اخذت كروس سكشن فيها في الميد برين ايش راح يكون عندي؟ بدل ما هو بالنص ايش راح يكون؟ بدل ما هو سنترال كنال راح يكون في عندي ايش اسمه؟ سيريبرال اكويدكت، وهذا السيريبرال اكويدكت راح يسوي كونكشن بين ثيرد فينتريكلز اند ذا فورث فينتريكلز which is filled with the cerebral spinal fluid. إذا شو اسمه؟ cerebral aqueduct. طيب on the posterior surface of the fourth ventricle. أنا بطلع هيك posterior surface. هاي هيك فتحنا إيش؟ ال fourth ventricle. هاي هيك تخيل معي إنه في عندي هون four calliculus calliculi، وهذه ال calliculi بسموها ال corpora quadrigemini، تمام؟ corpora quadrigemini، وهذه بتسوي زي إنه بنقسمه عن طريق transverse and vertical، تمام؟ These are rounded eminences. It will be transvertical and transverse groove. في vertical طلعها vertical و transverse groove. بشكل يام إيش اسمه superior part و inferior part. Superior شو بسموها؟ superior calculus. تمام؟ superior و inferior pairs. اللي superior بسموه superior calculus، والتحتيها بسموه inferior calculus. superior calculus مسؤولة عن visual reflex، وشو اسمه تذكر انه spinal tactile tract اللي بتيجي synapse وين؟ في superior calculus، تمام؟ يوم تسوي synapse في superior calculus، وهذه مش ذكرنا انه بتتذكر لما قلنا spinal visual reflex وين موجود؟ مين مسؤول عنه؟ مسؤول عنه superior calculus. ليش؟ لانه هي في كونكشن بين السوبيريو كاليكولاس، اذا لان هون يعني فيه لها جزء او بارت من التكتل تراك، وفيه لها بارت من فيزول ريفلكس. واخر وحده الانفيريو كاليكولاس، هاي السوبيريو كاليكولاس الانفيريو كاليكولاس شو مهمتها؟ اللي هي فيها اوديتري لور اوديتري سنتر، فيها لور اوديتري سنتر، تمام؟ ان ذا ميد لاينز بيلو ذا انفيريو كاليكولاس، ان ذا ميد لاين طلع ميد لاين، هسه في الميد لاين طلع ميد لاين انفيريور، في الميد لاين انفيريور تو ذا انفيريور كاليكولاس بيطلعني من نيرف شو اسمه تروكيلر نيرف. اذا مهم انك تحفظها، منين بيطلع تروكيلر نيرف؟ منين بيطلع تروكيلر نيرف؟ وهو الوحيد اللي فيه اللونج تراك، يعني طلع تخيل بيلف من ورا هاي البوستيريور سيرف بيلف ويطلع قدام، فهو عباره عن لونج تراك، تمام؟ طيب التروكيلر نيرف ار سمول دايمترز، وهذا النيرف بلف بعد ما لفينا من اللاترال بارت اوف ذا
ميد برين بلير وبخش بالكافيرنس ساينسز اللي هو لاترال اسبكت في لاترال اسبكت اوف ذا ميد برين وات ويل بي انتر دي لاترال وول اوف ذا كافيرنس ساينسز اللي بخش وين في الكافيرنس ساينس. طيب في اللاترال اسبكت اوف ذا ميد برين لاحظ معي انا هون ايش بوستيريور اسبكت. طب لما اطلع على اللاترال اسبكت بحتاج كمان في بلجين، هذا البلج بسموه لاترال جينيكليت بودي وهذا بسموه ميديال جينيكليت بودي، لان هون رايح موست لاترالي وهذا رايح على موست ميديالي، فهو لاترال جينيكليت بودي و ميديال جينيكليت بودي. في هناك كونكشن فايبر بين سوبيريور كيوكلس واللاترال جينيكليت بودي، ايش بسموها؟ بسموها السوبيريور بريشن، تمام؟ سوبيريور فايبرز، هذه السوبيريور فايبرز بتسوي كونكشن بين سوبيريور كليكلس والانفيريور اللاترال جينيكلات بودي، وهذا مسؤول عنها ايش؟ هي مسؤولة عن الـ عن الاوبتيك عن ايش؟ عن الفيجوال ريفلكس، تمام؟ هذه مسؤولة كلها عن الفيجوال ريفلكس. اذا سوبيريور كليكلس في فايبر بسموها سوبيريور بريشنز بسبب كونكشن بين السوبيريور كليكلس اند ذا لاترال جينيكلات بودي واوبتيك تراكت واوبتيك ايش؟ اتراكت. عشان هيك قلنا انه بيسوي زي سنابس وين الاوبتيك النيرف وين بيسوي سنابس في هالمناطق هاي. طيب والفيريو كليكلس، هاي الفيريو كليكلس بتسوي كونكشن بتوين الفيريو كليكلس واللاترال او ميديال جينيكلات بودي المسؤولها المسؤولة عن الاوديتري functions، تمام؟ inferior brain stems inferior pressions connected the inferior calculus to the medial geniculate body. إذا خلصنا posterior surface، خلصنا مين lateral surface، عرفنا كيف حفظهم lateral geniculate body and the medial geniculate body. طيب ناخذ في anterior aspect of the midbrain. anterior aspect of the midbrain راح يكون عندي، طلع هي anterior aspect of the midbrain، في عندي ايش اسمه؟ هذا ايش اسمه؟ اخذته بالسندنج تراك، ايش اسمه؟ كروس سيربري، هي سيربرلر بودنكلز، سيربرلر بودنكلز. هذول بين تو سيربرلر كروس سيربري في زي ايش؟ فوسه، وهذه الفوسه ايش بسموها؟ بسموها انترا بودنكلر بودنكلر فوسه، تمام؟ انترا بودنكلر فوسه، انترا بودنكلر ايش؟ فوسه. طيب الحلو في في هالمنطقه هاي الفلور تبعتها في عندي زي سمول فيزيل بتدخل في هالمنطقه هاي. هذه المنطقة زي منطقة سفنجية، هاي المنطقة السفنجية ايش بسموها؟ تقريبا المثقبة هذه ايش بسموها؟ بسموها posterior perforated substance which will be enter the في عندي vessels perforate the floor of the intrabudanculate fossa. هذه الريجن بسموها posterior perforated substance. اذا هاي المنطقة شو اسمها؟ perforated substance. طيب المنطقة ايش اسمها؟ اللي هي cross cerebri، والفصة هذه بسموها intrabudanculate fossa. طيب الاكلوماتر منين؟ منين بيجي؟ at the groove in the medial side of the cross cerebri. طلع كيف؟ medial aspect of the cross cerebri the cross cerebri على هاي المنطقة بالضبط ال medial side of the cross cerebri بيطلع مني ايه؟ بيطلع الاكلوموتر نيرف، وبعدها بصير fast forward بيطلع لقدام شوي، وين بخش بعديها؟ في الكافيرنس ساينس، بدخل وين؟ في الكافيرنس ساينس. وهيك بنكون خلصنا المحاضرة الثالثة للدكتور سنان، وأشكركم على حسن استماعكم، وربنا يا رب ييسر أموركم ويفتح عليكم جميعا يا رب، ولا تنسوني بالله عليكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.